على هذا الجانب من النهر مدينة المسيب التي تقع في محافظة بابل. المدينة تقطنها أغلبية شيعية وتبعد فقط ساعة زمن جنوب بغداد، لكن المجتمع هنا أصبح مهددا الآن بعد الاشتباكات التي شهدتها المحافظة بين الجيش العراقي ومسلح التنظيم. هذا ساحنا احنا حاضرين كل لعبة من عندهم متحرك. الكثيرون هنا يخشون أنهم قد يصبحون الهدف المقبل لتنظيم الدولة الإسلامية. نهر دجلة كذلك ذو أهمية استراتيجية كبيرة في الصراع في العراق. النهر يمر بالكثير من المدن الصغيرة والكبيرة ويمد العاصمة بغداد بالمياه. السدود العديدة التي تخترق النهرين تتحكم في تدفق المياه في المنطقة. وخلال الأسبوع الماضي اشتد القتال بين الجيش العراقي والقوات الكردية البشميرغا من جهة ومسلح تنظيم الدولة الإسلامية من جهة أخرى للسيطرة على أحد هذه السدود، سد الموصل، وهو الأكبر في العراق. البعض يخشى أن يستخدم المسلحون السدود كسلاح في الحرب الدائرة في البلاد، سواء بتجفيف الأنهار أو إغراق المدن. في هذا حصل عملية فيضان، يعني غرق، أدي إلى غرق المدينة يعني بالكامل. إحنا شاهدنا خلال الفترة ذيك من فتحوا سد الفلوجة أثر على أبو غريب، يعني هي شنو بجوار بغداد.